بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد: باب بر الأم. حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. هذا الحديث فيه تقديم بر الأم على بر الأب وسائر الأقارب، وهو مجمع عليه أن حق الأم أعظم من غيرها وأعظم من الأب. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فذكر ما بذلته الأم دون ما ذكره الأب، فعلم أن بر الأم مقدم على بر الأب كما دل عليه هذا الحديث. وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ببرها 3 مرات، ثم ذكر بر الأب تأكيدا على حقها. ثم الأقرب فالأقرب، يدل على صلة الأقارب، صلة الأرحام على حسب قربهم. فالأم ثم الأب، والأخت ثم الأخ، والخالة ثم الخال، والعمة ثم العم. فيقدم من كان من الإناث ويقدم من كان من جهة الأم على من كان من جهة الأب، وإن كان كلما اقترب الرحم كلما كان البر آكد والإحسان آكد. وباب البر باب واسع يشمل جميع الأقوال الحسنة والأفعال الحسنة والامتناع عن السيئات من القول والفعل، كما بينا في قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهل تلزم طاعتهما مطلقا؟ الذي يظهر أن طاعة الوالدين فيما هو من حقهما لازم على الابن والابنة، وأما ما كان تجاوزا منهما ومطالبة بما ليس لهما وليس من حظهما، ليس فيه أمر يخصهما، فإن هذا لا يلزم إذنهما فيه، مثل سفر غير مخوف وزواج وطلاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في البكر أن يستأذنها أبوها، وأخبر أن الثيب أحق بنفسها من وليها، فلو لم يكن مخالفتها لأمر أبيها في الزواج معتبرة أو جائزة لما أذن النبي، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان. وإذا كان هذا في حق المرأة التي لا بد لها من ولي في الزواج، فبالأولى في حق الولد الذكر الذي يستطيع مباشرة الزواج بنفسه ولا يلزم مراجعة أحد
بل عقده ابتداء صحيح اتفاقا ولو لم يستأذن والديه. فإذا كان الأمر كذلك كان أمر الإلزام بالزواج تجاوزا من الوالدين. إذا ألزم أحدهما ابنه أو ابنته الزواج ممن يكره ممن لا يريد كان ذلك تجاوزا، وكونه يغضب من ذلك كون أحدهما يغضب أو يسخط لما لم ينتقص من حقه فهذا ليس له وليس معتبرا، كمن يغضب إذا طلب بحقه. فبعض الآباء تجب عليه النفقة للأولاد وللزوجة، فإذا امتنع منها فطالبوه غضب، فهل يكون هذا معتبرا؟ هذا تجاوز منه، ولذلك لا يكون غضبه معتبرا في هذه الحالة. وكذا في أمر الطلاق، فإنه إنما يلزم إذا كان أمر أحد الوالدين بالطلاق مشروعا لخلل في الزوج في الزوج الذي يطلبان مفارقته. ولذا قال الإمام أحمد لمن سأله أن أباه يأمره بطلاق امرأته فقال إن كان أبوك مثل عمر فطلقها، فدل ذلك على أن الاعتبار في أمر الطاعة هو أن يكون الأب عالما بما له وما ليس له، ويعلم ما الذي يمكنه أن يوجبه مما لا يوجبه. ولو أن الأب أو الأم أمر الولد بالنافلة لم تصبح واجبة، فهي نافلة كما هي. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة في رجوعها لمغيث لما قالت أتأمرني، قال لا إنما أنا شافع. فهذا يدل على أن الأمر في هذا، أعني أمر الزواج والطلاق ونحو هذا، مرده إلى شأن الإنسان. كما ذكرنا هذا ليس تضرر به الوالدان إلا لتجاوزهما في مطالبتهما بما ليس من حقهما. الذي يكون فيه حق لهما كنفقة واجبة وإصلاح لشأنهما واجب لا يقوم به إلا الأبناء، كما إذا مرض أحدهما وعجز عن أمر ما هو من حقوقه هو متعلق به، فكونه يفرط فيه الابن أو الابنة مع إمكانه لا يجوز له ذلك. وقد نص العلماء على أن السفر في التجارة لا يلزم فيه إذن الوالدين لأنه سفر آمن، بخلاف ما إذا كان في الجهاد، فإنه إذا كان جهاد تطوع فإنه يلزم فيه إذن الوالدين، وأما إذا كان فرض عين لم يلزم إذنهما، والله أعلم. الأم في كل ما ذكرنا مقدمة على الأبي في جميع ما ذكر من أمر الطاعة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تأمره أمه بطلاق امرأته فقال ليس من بره بأمه طلاق امرأته، دل ذلك على أنها إن كانت تأمره بذلك لخلل في هذه المرأة لصفات تستحق أن يفارقها من أجلها، فعند ذلك يطيعها. وأما إذا كانت لأنها لا توافقها أو لأنها لا تريد أن تخدمها، مع أن خدمة أم الزوج ليست واجبة على المرأة إنما هي واجبة عليه هو إن احتاجت الأم فهو الذي يلزمه خدمتها، لا يلزم امرأته بخدمة أمه ولا أبيه ولا أحد من أقاربه. وكثير من المشاكل الواقعية تحصل بسبب شيء من ذلك،
إنما يلزم الزوج زوجته بخدمة أمه، وهو كما ذكرنا لا تلزمها عند أحد من أهل العلم فيما علمت، إنما هم يختلفون في وجوب خدمة المرأة لزوجها. فإذا كان الأمر كذلك وغضب عليها من أجل ذلك لم يكن له هذا الأمر. وكما ذكرنا إذا أمر الرجل امرأته أو أمرت يعني أمر الأب ابنه بأن يصلي النافلة أو الأم أو يصوم النافلة لم يصبح واجبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة ألا تصليان، ولم يقل لهما آمرا قوما فصليا في قيام الليل. فلما قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء بعثنا وإن شاء أنا من أو نحو ذلك، قال فانصرف وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فدل ذلك على أنه لا يلزم الأب أو الأم الولد بما ليس بلازم. وكذا كل من كان له حق الطاعة فإنما يأمر في حدود ما شرعت له هذه الطاعة. فشرع بر الوالدين فيما تعلق بحظهما لا فيما تعلق بكل شؤون الولد. هناك من الآباء والأمهات من يرغم ابنه على لبس معين وطعام معين وربما دراسة معينة، ربما يغضب عليه إذا اختار جامعة أو كلية غير الكلية التي اختارها له. هذا كله تجاوز. لذلك لابد أن يعلم أن فقه الطلب ممن له عليه حق البر لابد أن يكون ملتزما فيه بحدود الشرع. وكما ذكرنا بر الوالدين كل فعل وقول فيه الإحسان إليهما، هذا في حظهما فيما يتعلق بهما فعلا وتركا. أما ما يتعلق بالولد فهما لم يعني فهما لا يصح لهما أن يأمراه بكل ما يريدان بزعم أن هذا من حقهما في البر. على أي حال ما أمكنه أن يطيعهما يثاب على ذلك. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغيرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، أخرجه البيهقي في الشعب مع إخراج البخاري. وهذا من أصرح الأدلة أن ابن عباس يرى للقاتل العمد توبة، لقاتل المؤمن توبة، خلافا للمشهور من أنه لا يرى له توبة. حتى ظن البعض أنه يقول بخلود المسلم القاتل في النار، وإنما قاله ابن عباس رضي الله عنه ترهيبا. وليس في الآية نسخ، وقد قال لا أعلم شيئا نسخها، وقد صدق فهي ليست منسوخة، ولكن يتقرب إلى الله بما استطاع ليواجه الحقوق. فإن عليه حق فيما بينه وبين الله يتوب إلى الله منه، وحق للقتيل يستوفى يوم القيامة فليكثر من الحسنات ويتقرب إلى الله
وبر الوالدة من أعظم ما يقرب إلى الله. ثم حق أولياء القتيل إما بالقصاص وإما بالدية أو إذا عفوا فجزاهم الله خيرا. فيحمل الخلود في الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها في قاتل المؤمن عمدا على طول المكث، أو هذا جزاؤه إن جوزي به فجزاؤه جهنم، هذا جزاؤه، قد يمنع من وصول هذا الجزاء مانع، الله أعلم. قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. بر الأم أكثر ما يقرب الإنسان إلى الله عز وجل، فليجتهد الإنسان في بر والديه وأمه خصوصا أحياء وأمواتا. من كانت له أم حية ففرصته في القرب من الله عظيمة، فانتهزوا هذه الفرصة قبل فواتها. نسأل الله أن يرحم والدينا. باب بر الأب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. الرواية الأخرى عن أبي هريرة أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ فقال بر أمك، ثم عاد 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 الرابعة فقال بر أباك. عموما الأم أحق من الأب بالبر من أجل ما تحملت من آلام الحمل والوضع والرضاع والفصال والقيام على شأن الولد، وبر الأب لما أنفق ولما تعاهد ولما ربى وعلم، كل منهم له نصيب في البر، إلا أن الأم مقدمة كما ذكرنا. قال باب بر والديه وإن ظلما. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلمه؟ قال وإن ظلمه، يعني يبرهما وإن ظلمه ولا يعقهما وإن ظلمه. مش انت لسه قايل ان ما يلزمش الطاعة؟ الطاعة شيء والعقوق شيء. يعني اذا قلنا يبرهما، ولا هيقول لو ظلموني مثلا واحد مثل اب او ام لم يعدل بين أولادهما، هل يعني ذلك أن من حق هذا الولد أن يسبهما، أن يضربهما، أن يعتدي عليهما، أن يؤذيهما؟ هل من حقه أن يترك برهما الواجب لأنهما ظلما، مثل أن يعنفهما، أن ينهرهما، مثل أن يكون لهما نفقة واجبة وهما قد ظلماه في ما قبل ذلك فيترك هذه النفقة، أو يمرض أحدهما فلا يعوده لأنه قد ظلمه، أو لا يخدمه لأنه قد ظلمه؟ لا يجوز ذلك. إذا ظلم أحد الوالدين ولده هل له أن يقاطعه؟ ليس له ذلك. هذا معنى وإن ظلماه، فهو لا يعقهما
وهو كذلك يبرهما. قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا. حديث حسن. له طريق أخرى، له طريقين، خرجه البيهقي من طريق المغيرة ابن مسلم عن عطاء ابن عباس. الطريقين كل منهم فيه ضعف، لكن بمجموع الطريقين يحسن. قال: يصبح إليهما، يعني يذهب في أول النهار إليهما مرضيا لهما، محتسبا النية عند الله عز وجل، يريد الثواب من الله، مخلصا لله في ذلك، ليس لأجل أن ينال حظا دنيويا عند والديه، مثل أن ينال منزلة فوق منزلة إخوته، أو أن يكون يريد منهما متاعا أو مالا أو شيئا، فيفعل ذلك لطلب الدنيا. أقول: لا، إنما يفعل ذلك محتسبا، يصبح إليهما محتسبا، إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه، كما ذكرنا، إن أغضبه بترك البر أو بفعل العقوق. باب لين الكلام لوالديه. حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال: حدثنا زياد ابن مخراق قال: حدثني طيصلة ابن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. نجدات، نجد الحروري، نسب إليه طائفة من الخوارج، وهم كما هو معلوم يستبيحون من المحرمات قتل النفوس وأخذ الأموال من المسلمين والطعن في دين المسلمين وتكفيرهم وكل ذلك من الكبائر. قال: فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل النسمة، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله، قال: فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. يظهر أن طيلسة، أن طيصلة ابن مياس كما هو معلوم من الوعيدية عموما كان عنده يعني خوف شديد من أمر الذنوب والمعاصي، ومثل هذا يخشى عليه من اليأس من رحمة الله، ولذا قال له ابن عمر: ليس ما فعلت من الكبائر. سأله عن ذلك لأن وجود بدعة خرج منها قريبا يخشى أن تكون مؤثرة في قلبه، ومعلوم أن الوعيدية الذين يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد وخلود أصحاب الكبائر أو أصحاب الذنوب، لأن الخوارج فرق كثيرة، يخشى عليهم من اليأس من رحمة الله،
وربما من تكفير أنفسهم. وإلا فالمعروف أن لا يهون العالم على العاصي ذنبه، بل يعظم ذلك ما استطاع إنقاذا له، لكن هذا يختلف باختلاف الأحوال. وذلك الذي يظهر أنه إنما قال له ابن عمر هذا ليس من الكبائر ليس في الذي ذكرنا، لأنه يظهر أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ثقة من الثقات، الحديث صحيح. فإنما كان يقصد ذنوبا ارتكبها أثناء ذلك، وأما ما تاب منه إلى الله عز وجل فقد غفره الله. وإلا فكما ذكرنا أن قتل النفوس من الكبائر، وقد قال ابن عمر قتل نسمة، وهذا دليل على أن طيسلة لم يكن ممن قتل. الغرض المقصود أن إفتاء السائل يختلف باختلاف الأحوال، فالذي يرى منه تهورا على الذنوب واستهتارا بها فإنه يعظم له من عصى، يعظم في قلبه أنه عصى الله، فلا ينظر إلى قدر الذنب ولكن ينظر إلى قدر من عصاه، فيكون ذلك أخوف له من الوقوع في الذنوب. وأما من كان عنده شبهة يعني يخشى عليه من اليأس من رحمة الله لوجود شبه الخوارج ونحوها، فإنه يرغب في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ويتمحض الترغيب والرجاء عند الموت حتى يلقى ربه وهو يحسن الظن بالله. وقد رأينا أصنافا من هؤلاء الذين يسيرون على طريق الخوارج، ربما كفر أحدهم نفسه وكان ذلك سببا في فتنته وبعده عن الدين بالكلية، لأنه اعتقد أنه أذنب واعتقد أنه ارتكب كبيرة، وهو يكفر بالكبيرة وبعضهم يكفر بالمعصية. ربما علمنا بعضهم يغتسل في اليوم بين الصلاتين 5 مرات، كل لحظة يكفر نفسه ثم يدخل فيغتسل ثم يدخل فيغتسل وهكذا، ثم بعد ذلك يكون حاله ومآله إلى أن يترك الطاعة بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويفقد التزامه يعني الدين، وهو بلا شك بسبب بدعته. فمثل هذا أن يفتح له باب الرجاء، أن يقال له ما قال ابن عمر لطيسلة ليست هذه من الكبائر، هو الباب. هن 9 لا يقصد ابن عمر حصرهن، لكن يقصد أن هذه من أكبرها أو من أخطرها. وإلا فقد قال ابن عباس رضي الله عنه هن إلى 70 أقرب منهن إلى 7، إن صح عنه ذلك. على أي الأحوال هناك كبائر مثل لم تذكر في هذا الحديث وهي كبائر بالنص، فالسحر من الكبائر، والزنا من الكبائر، والزنا أشد من قذف المحصنة ولم يذكر، لا الربا موجود. وقالهن 9 الإشراك بالله وهو أكبر الكبائر على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه بعد أن بلغته الرسالة أو الحجة. قتل نسمة حرمها الله، وهذا سواء كانت نسمة مؤمنة وهي أغلظ، قتلها أغلظ أشد، ولو كانت نسمة معاهدة قتل نسمة، لو أنه قتل معاهدا فإنه أيضا قد ارتكب كبيرة من الكبائر. قال والفرار من الزحف، عندما يلتقي الصفان بين قتال بين المسلمين والكفار فيفر من الزحف،
والمقصود حيث لا يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ممن وجب عليه القتال ووجب عليه الثبات، وإلا فلو فر من واحد من ثلاثة لم يكن فارا من الزحف إلا أن يكون أقوى منهم الله أعلم بسلاحه مثلا. وقذف المحصنة، قذف المحصنة المقصود بها اتهام العفيفة بالزنا، اتهام المرأة العفيفة بالزنا، ومثله قذف المحصن، لكن قذف المحصنة أغلظ لأنها تتضرر أشد من تضرر الرجل، ويتضرر أهلها أشد، وإن كان قذف المحصن كبيرة من الكبائر. الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم من الربا شر من 36 زنية. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما باقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأكل مال اليتيم سواء أكله أو لبسه أو استعمله في أي وجه من أو أتلفه، فأكل مال اليتيم من الكبائر، وذلك لأن الواجب أن يرعاه وأن يحفظه وأن يكفله إن استطاع، يعني إن كان قد التزم ذلك، فإذا كان يعمل عكس ما أمر به كان ذلك من الكبائر. وإلحاد في المسجد المقصود به المسجد الحرام الله أعلم، الميل عن الحق وتجاوز حدود الشرع في أرض الله الحرام. والذي يستسخر، السخرية من الناس والاستهزاء، وبكاء الوالدين من حقوق، حقوق الوالدين حتى يصل إلى أن يبكيهما. هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، قال لي ابن عمر أتفرق النار، يعني أتخاف النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبتها الكبائر. إطعام الطعام للأم يشمل أن يحضر لها الطعام حتى تأكل من ماله أو من غيره، ويشمل أن يعد لها الطعام، ويشمل أن يعني يطعمها بيده إن احتاجت إلى ذلك أو إن سرها ذلك. ما فيش حد من جهة الأم خالص غير الأخوات البنات، يعني ولا خالة ولا جدة ولا أخوات البنات؟ ما هو اللي بعد الأب على طول الأخت. الجدة مش موجودة ولا الخالة موجودة؟ طبعا هنقول الأم تشمل الأم والجدة، لأن الجدة إيه؟ أم، من جهة الأم ومن جهة الأب، اللي من جهة الأم مقدمة، وبعد الأمهات دول كلهم يبقى في إيه؟ الآباء، وبعد ذلك الأخوات، أمك وأباك وأختك وأخوك، يقدم الأخت. يعني الخال مقدم على العمة؟ آه، وفي احتمال في دي، في احتمال إن العمة تبقى مقدمة على الخال. يعني الخال العم الخال العم؟ ممكن يكون، أنا لا أعلم نصا في الترجيح في ذلك، لأنهما في مرتبة واحدة، ولكن الإناث مقدمات ومن كان من جهة الأم مقدمات. لا، التقديم ده وماله، ده في المحرمات، ده في، لكن أحدأتي أحديث في الخالة، خالة ألك خالة؟ وقال رسول الخالة منزلة الأم. ففي أشياء في البر وفي أشياء مثلا في الأكل،
أن تأكلوا لا جناح عليكم، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم. قدم الأب هنا، هل معنى ذلك أن الأب مقدم في البر؟ لا، ده في الإباحة، في إباحة الأكل. وكذلك أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، ليس معناه استحقاق الأخوال، استحقاق الأعمام قبل الأخوال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام العروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحباه. تحقيق رغبات الوالدين المشروعة، لا تمتنع من شيء أحباه. من لين الكلام خفض الصوت مع الوالدين، الأم خصوصا ألنت لها الكلام، أن يخفض صوته وأن يبحث عن الألفاظ الطيبة والطريقة اللينة في الكلام، إنه ممكن يتكلم كلام مفهوش حاجة بس بلهجة إيه؟ آمرة، لو لهجة عنيفة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ونحب وأرضى. قل قول هذا، استغفر الله لكم.